قرارات اقتصادية إذن للرعاية الاجتماعية أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مطالبا الحكومة بالاستمرار في تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار. جديد الاقتصاد يضاف إلى سلسلة قرارات سياسية أيضا في مواجهة الإرهاب وإقرار الأوضاع الإقليمية والداخلية.